نفس السؤال يا كابتن امير، وعايز حضرتك تشرحه لي كمان على البورد. فكره الخروج بالكوره دايما، احنا لما نيجي نلمس الكوره في واحد دايما بيضغط علينا، يعني في واحد من الشغال بيضغط على كل لاعب في الملعب، لدرجه ان الشناوي لو خد الكوره وحب يعملها طولي وعايز يواجهها لحد هيلاقي حد بيدخل دفكه الكوره بسرعه. هي فكره فقدان الكوره بسرعه هو اللي بيرهقك شويه في المباراه ان انت ما تلحقش تتحرك الكوره. نتحرك ازاي؟ نلعب الكوره ازاي؟ نوجد الحلول ازاي؟ نوجد الحلول. بص انا وانت بتسال انا ظبطت حاجه كده معينه. انت النهارده كريم، انت زي ما انت بتقول انت عندك مشكله في طلوع الكوره، اللي انت ما بتلعب باتنين سرد باكات بيتضغط عليهم فبتضطر تلعب كره طويله. معلش انا هقطعك سنه، قول لي انت كمان الاثنين المدافعين اللي عندك بكره مش شاطرين قوي في الخروج بالكوره، يمكن محمد عبد المنعم كان بيعملها شويه، حجازي كان بيعملها شويه، بس الاثنين اللي عندك بكره مهما كان اسمهم مش من الناس الشاطره في الخروج. انا معاك في دي، بس انا شايفه كريم انت انت بكره الراجل معروف اللي بيلعب 4-3-3، صح؟ 4-3-3 محتاج اللي انا النهارده لو نفرض الشناوي معاك كوره، محتاج انا بكره اللي الباكين بتوعنا لازم يزقوا على نص الملعب. حلو، تمام. انا شايف اللي الراجل هيعمل كده بكره، وانت توقعي اللي هو هيلعب بليبرو، مش بليبرو ليبرو، هيلعب اللي مثلا لو سي قلنا حمدي فتحي زي ما بيأديها في النادي الاهلي، هيبقى متاخر شويه في حاله بناء الهجمه او في حاله الكوره مع فرقه السنغال. هي. فاحنا لو قلنا هنا الباكين فتوح مثلا وعمر جابر لو فتحوا هنا، انا عندي الباكين سرد باكين مثلا لو سي قلنا محمود علاء مثلا وقلنا ياسر ابراهيم، ولو حمدي فتحي نزل. انت النهارده لو لعبت بدات كده الراجل بيستلم عندك اللي ده، ممكن تلعب مع الراجل ده، ممكن تلعب مع الراجل ده في نفس الوقت، ده هيضغط عليك، عندك فرصه ان انت تلعب كره من الشناوي يلعب على الباكين هنا، فمن خلاله اللي انت تقدر هتوجد مساحه لأي لعيب يستلم الكرة. بس الأهم من الكلام ده كله اللي لازم وأنا بتحرك، لازم وأنا بسلم الكرة لازم يبقى في حركة من اللعيبة. أيوة. يعني ما ينفعش النهاردة راجل معاك كرة ودول الناس دي واقفة مسلمة نفسها. طب أنا هضطر أعمل إيه؟ هيتضغط عليا، هضطر أعمل إيه؟ ألعب طويل بالظبط. فأنت بكرة أنا شايف اللي لازم واحد من نص الملعب والسي حمدي فتحي، وأنا بقول لك اللي لازم بكرة الراجل في هو بيبدأ الهجمة أو الكرة معاك لازم يبقى حمدي فتحي أو النني أو سي أقرب واحد للشناوي. اللي قرب للشناوي هيتلعب مع ده، هيضغط عليك، هتلاقي مساحه للسرد باكات، الضغط عليك هتقدر تحط الكره على الجناب. خلي بالك طول ما الباكين بيبقوا مع الخط، صدقني الباك ليفت نفسه بتاع الفرقه الثانيه لا هيبقى عارف هيروح يمسك الهاف ولا هيروح يمسك الباك. فانت عندك حلول كتير جدا، بس الاهم الكلام ممكن نتكلم من هنا للصبح. هي قدرات يعني قدرات في الاول وفي نفس الوقت اللعيبه لازم تتحرك. بس في نقطه مهمه انا عايز برضو اتكلم فيها. يلا. اللي انت النهارده التلاتة اللي هم في نص الملعب، انا لازم النهارده برضو التلاتة انا في وجهه نظري شبه بعض. او التلاتة النهارده ما عندكش اللعيب اللي ممكن عمرو السوليه، بنستثنى عمرو السوليه شويه، انا لازم برضو يبقى عندي تفكير بسرعه كريم وانا بلعب الكوره. يعني النهارده ابقى محضر للكوره، خاصه انا معايا واحد زي محمد صلاح سريع عنده سرعات، وتريزيجيه او عمر مرموش ممكن اجمع لعب ولازم احط في المساحه للناس. لكن الماتش اللي فات لو تفتكر كل كوره الريتم بطيء، بطيء وبناخد الكوره نقعد نرجع لورا، يروح الشناوي مضغوط عليه. انا بحب كلمه يجمع لعب دي، ما انا بقول لازم ممكن نشرحها للناس. جمع لعب يعني مثلا 2-3 هيجوا يجمعوا لعب مع بعض كده وصلاح يكون بيتحرك بالظبط كده. يعني سي انت النهارده لو بتتكلم النهارده عندك سيرد باك وعندك الباك ليفت وعندك الراجل الهاف ديفندر اللي هو الثالث هنا، اما بتجمع لعب هنا ممكن اجمع واغير الملعب الناحيه الثانيه ونفس الوقت ونفس الشكل برضو هنا لو جمعت ناحيه اليمين. تجميع اللعب دي معناها ان انت بتلم كمان لعيبه المهاجمين والمدافعين بتخليهم يتقدموا لك بالظبط، فالتجميع دي بتوجد مساحات ورا. وخلي بالك لو انا عندي حد بيغير ملعب كويس بسرعه، خلي بالك هيبقى فيه اكيد الراجل ده هيستلم، هيبقى لوحده الفاضي عقبال ما الباك يبدا يروح، الراجل هيقدر يستلم ويشتغل ويبدا لك بالظبط. المهم من كل ده كريم، انت بكره لو بتلعب 4-3-3 احنا محتاجين اللي محمد صلاح وهنا تريزيجيه اللي لازم وانت بتدافع لازم يبداوا يضموا جوه الملعب، يضموا جوه الملعب مع الراجل ده. انت خلاص عملت كده كثافه في نص الملعب فمش هتدي مساحه، لكن انت لو فضلت فاتح على طول ال 90 دقيقه فاتح هيبقى هتلاقي فيه مساحات في نص ملعب. انت محتاج بكره كثافه، الكثافه دي تيجي زي ما قلت لك اللي مصطفى محمد، لو قلنا مصطفى محمد تريزيجيه وهنا مثلا محمد صلاح مهم جدا، وانت الكوره مش معاك انت تبدا ترجع ويبدا الناس دي تضم وكل واحد هو اوريدي شغال كده بالظبط. ده مهم جدا اللي انت النهارده خليهم ينقلوا كوره بس عشان تخترق الملعب من هنا او من قلب الملعب هيبقى الموضوع صعب جدا على منتخب السنغال. عظيم جدا.